انا قلت كان باش يعاودوا التوانسه بالضبط باش يعاودوا التوانسه صوتوا الاغلبيه الموجوده اليوم، اغلبيه خدمه مراكز النفوذ، المصالح الخاصه، عدم القدره على تطبيق القوانين، صراعاتهم الداخليه، عدم القدره على فهم المرحله ومتطلباتها ومنطقه الدوله الى اخره. خمس سنوات عايشه في خرين هذا المنطق السليم. هذا ايش قلت في 2014 زاد معنا كنت غلطي ذولي التوانسه اللي قلت لهم الكلام هذا غلط بالمنطقه هذوما ما نجموش ينجحوا. هذا رايي معناها اللي حب يجرب خمسين اخرين يجرب معهم، اما فماش تشاؤم في الكلمه دي. انا قلت تحليل اذا التوانسه صوتوا لهم ينجموا يصوتوا لهمش التوانسه، فما مال كانوا يصوتوا ناس اخرين اكثر عقلانيه اكثر واقعيه اكثر استقلاليه على كل مراكز النفوذ في الداخل وفي الخارج، اكثر رغبه في تغيير الاوضاع، اكثر رغبه في جلب الكفاءات من مختلف الادارات التونسيه وكل المجالات معناها، وخدمه مصالح الدوله مش خدمه مصالح حزب او مصالح عائله او مصالح اي طرف كان. يظهر لي هذا اللي تحتاجه تونس. الحظوظ مرتبطة حاليا بالعمل متاعنا، خطابنا، توضيح خطابنا، عملنا في الجهات، أبنائنا مدعوين للقيام بدور كبير ياسر، معناها هما في مواجهة الآلة كبيرة برشا معناها متاع مال وجملة من المشاكل اللي معروفة ولات اليوم في الساحة السياسية. أولادنا في حدود القانون، أخلاقية العمل السياسي، قاعدين يعملوا في حملة إن شاء الله يعملوها بشكل إذا غيرهم يخدم ساعة لازم يخدموا ساعتين. هذا اللي نجموا نحن نعملوه في لتحقيق النجاحات هذه، لتحقيق معناها نتيجة. بقينا فما شيء آخر تتجاوزنا نحن لكن معولين عليها. هي كونه يتكون وعي باش يساهموا فيه نحن لكن مش وحدنا بيدينا باش نردوا الناس واعيين ومش واعيين. ينتبهوا الناس كون اللي يحكموا اليوم غير قابلين للاصلاح اليوم، ممكن يكونوا بعد سنوات قابلين للاصلاح، توا ما داموا في السلطه لن يصلحوا، ما ينجموش. اقرب المشهد معناها سيء جدا، المشهد السياسي اليوم في تونس، صراعات بين احزاب، في نفس الحزب تلقى مجموعه من الصراعات، المصالح، الملفات، حمله لمقاومه الفساد ومن بعد تستغل الناس تبتزهم تجيبهم حولك، هذا على الاقل في مستوى طرف معين، الطرف الاخر اللي معاه في الحكم كيف كيف قائم على المصالح الملفات، شيء هذا قبيح جدا الحقيقه ما يلزمش يتواصل في تونس. فانا راه كونه ممكن يقتنعوا معنا جزء كبير من التوانسه كون الوضع هذا سيء، فيعاقبون من يحكم اليوم في الحاله هذيك باش يكونوا احزاب اخرى ادعي كانوا طيار ربما يكون الاول فهم، اذا نمشيو بترتيب انتخابات 2018 اللي بعد النهضه والنداء فما تيار ديمقراطي. دونك نفس الشيء نجم يتعاود اليوم أما مع معاقبة النهضة والنداء بتفرعاته. اللي يحكي على منطقة الدولة يلزمها أنا نحط فيها أولادي وكل كلام فارغ، الدولة لازم تحط فيها الكفاءات يجيوا معاك اللي ما همش كفاءات ويبلبسوا طبق عليهم القانون، عندك منين يطبقوا القانون، عندك قضاة دورهم كون يحكموا ويطبقوا القانون، عندك عسكريين معك، عندك حرس معك، عندك ناس وطنيين وعندك ناس ما مش وطنيين، اللي مش وطنيين يلتزموا يخافوا يلزم الدولة، خاطر الدولة لازم تخوف شوية العباد كي يبداوا يحبوا يخرجوا على القانون، تيجوا معك واللي غلط فيهم يخلص، والأغلبية تحب تخدم على روحها، يفهموا رسالة فقط كون الحكومة هذه راهي تدعم اللي يخدم، طبيعة الشيء تنجم تحكم. اما تعمل خلاف ذلك يعني لا تكون لا صارم ولا عادل طبيعه الشيء تسقط في تونس ان شاء الله نهار يكونوا في السلطه وشعارنا اصلا نتاع على الاقل في الحمله الرئاسيه ونتصور حتى التوجه الحزب ككل هي دوله قويه وعادله واحده منهم تختل تحت الدوله او على الاقل ما طورتش كما نحن الوضع اللي عايشينه اليوم لا هي قويه ولا هي عادله. البرنامج تاعنا يحضر في الصيف قبل معنا الحمله الانتخابيه كما الاحزاب الكل الحقيقه فما حتى حزب دو حاضر معنا 2019 لما يسال الناس على البرامج عندنا برنامج تاع 2014 واللي هو منشور تبعت الشيء برنامج 2014 ما ينجمش يبقى هو بيدو تغيرت الشيء في البلاد. اثنين نحن بينا زادونا كفاءات في صفوفنا الاداره مثلا وغيرهم مش فقط الجامعه ولا المناظرين فقط تقربنا اكثر وقتصنا اكثر ربما في ناس معنا في الافكار ولا في التشكيلات الموجوده داخل الاداره التونسيه اكيد باش يكون اكثر عمق اكثر التصاق بالواقع واكثر قابليه للتطبيق. التيار الديمقراطي ما نجمش يقدم نقطه من نقاط يخرج لنا فيها خبير من الخبراء في مجال ما او شخص مختص في وزاره من الوزارات عنده 30 40 سنه فيها ويقول لنا هذه غير قابله للتطبيق ما نجمش. هذاك علاش بحذر كبير نعمله في البرنامج نتاعنا مش بندخلوا كما عملنا 2014 مش تدخل في التفاصيل في كل كبيره وصغيره اما ما يسمى يمكن ان يسمى ببرنامج طبعا باش يكون فما نسخه منه موجهه لعموم الناس اللي ما عندهمش وسع بال واللي هي اهم نقاط في كل وزاره او في كل معناها في كل قطاع معناها شلق على قريب يعرض اما اكيد قبل الحمله الانتخابيه ومبدئيا في نهايه الصيف يكون موجود ان شاء الله. دستورنا التونسي موش خايب. دستورنا التونسي قسم الصلاحيات بين رأسين في السلطة التنفيذية. في خلل واحد. واحد على الأقل واحد من الزوز هذوما يكون له راجل دولة ولا يحترم الدستور ولا عنده منطق الدولة ولا عنده منطق احترام للتونسيين. وقت البلاد تكون في وضع صعيب.
طبعا اللي يقول لي ما هو المشكله في الدستور، نقول له به كي الدستور يعطيك صلاحيات تاع شخص فقط ويطلع الشخص هذا بالمواصفات السيئه هذه، لا دستورنا مش خايب، ملتزمين به ومحترمين وراو ينجم يكون ايجابي. تقول لي ما علاش ترشحين الرئاسيه؟ قلت لكم ترشحين للزوز، وكان جيت بدينا باش يخيرونا مثلا شخصي مثلا عندي رغبه في احداث تغيير ويقولوا لي الرئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه، طبعا باش اختار رئيس حكومه في الدستور التونسي الحالي. لكن فماش حاجه اسمها شكون باش يخيرك، ما عندك حد باش يخيرك، هذه انتخابات وتطلع نتيجتها في الوقت المناسب، وما فماش واحد يترشح لمنصب رئيس حكومه، يترشحوا الناس للتشريعيه اللي جاء الاولاني او الحزب الفائز بالاغلبيه، اغلبيه المقاعد هو اللي يشكل الحكومه. ان شاء الله رئيس الجمهوريه كان نحكيه على وضع تونس في المقبل، واذا كنت انا في السلطه ان شاء الله يكون في المقابل يعني هو في المكان الاخر في رئاسه الحكومه من حزبي، هذا ما نتمناه، اذا مش من حزبي يكون شخص على الاقل يحترم الدوله مهما كان لونه السياسي نجمو نتفاهمو. لكن كان يكون شخص لا يحترم الدوله كما نشوف فيه اليوم على السياسه ممنهجه نتاع معناها فساد وغيرها من الانتهاكات، تبعة الشيء رئيس جمهوريه خلاف اللي يتصور العباد راه عنده امكانيات بحكم الدستور كونه يتدخل ليمنع ذلك. الدستور يمنع برشا شيء ويضبط برشا شيء ويضمن برشا شيء، ورئيس الجمهوريه عندما يقول الدستور انه سائر على احترام الدستور فهو يجب ان يكون سائر عليه بسلطات حقيقيه، مش فقط بخطابات كما يتصوروا البعض معناها من تصور لرئيس الجمهوريه. هل ان الصوره هذه شافوها تونس؟ مازالوا ما شافوهاش. الفتره الاولانيه فتره الدكتور مرزوقي في اطار قانون منظم الثروه العموميه اقل صلاحيه رئيس الجمهوريه من تو، والفتره الثانيه اللي هي فتره السي الباجي قايد سبسي، فتره السي الباجي قايد سبسي راه ما كانش واعي بمثل هذه القضايا، تلاها بالعلاقه حاجات العائليه وحسابات ورئيس حكومه مشاش معايا نبدلوا من هو اضعف ويجي مع اضعف يدور عليك وتتغشش وتوليت مع حاجات اخرى ما شافوش التوانسه. نهار رئيس جمهوريه ملتزم بالدستور التزام وثيق، ما ينجمش يكون رئيس جمهوريه خارج الدستور. قوانيننا ما يسيء ديما يعاودوا يغلطونا، قوانيننا ما يسيء. بالمناسبه راه فما قوانين مقاومه الفساد مع عبد بن علي، كانش فما امكانيه مقاومه الفساد في عبد بن علي، بن علي ما جابش لان ذيك السياسه وذيك مخه وذيك مصالحه وذيك مصالح عائلته. نفس الشيء بعد الثوره جاءوا ناس لا يقلون عن همن عن بن علي وعن طرابلسيه في خدمه مصالحهم، يحب فلوس، يحب يمول، يحب يردي ولاده، يحب كذا، يحب كذا، فمدوا يديهم للابتزاز هذا وهذا وهذا، ولا حد يعطيهم وهم عنده قضيات. تو انت في وزاره وحد عنده قضيه اداريه في الوزاره كيعطيك فلوس حتى لحزبك راهو اخلاقيا وكلزم حتى قانونيا، راهي الرشوه هذه ما عندهاش معنى اخر، هذوما يتورطون لسوء الحظ. فالاشكاليه فاش؟ الاشكاليه وقت يبدا الحاكم في اعلى مستوى عنده علاقه بالفساد، القوانين الكل تولي ما عادش عندها حتى قيمه. هو عندنا قضاء اليوم، الدستور يقول كونه مستقل، القانون المتعلق بمساله القضاء والكل راهو ينص يعطي كثير من الضمانات للقضاة في تونس اكثر من الضمانات اللي موجوده في كثير من الدول الديمقراطيه العريقه معناها. لكن المشكله مش في النصوص، ورغم ذلك تلقى قضاة يا اما ما عنده مشكله ثقافيه، يا اما حاسس كان الحكومه ضده يفك عليه، يا اما شادين عليه بعض الملفات هذه يخدموا بها الحقيقه بعض الاجهزه في تونس كما في دول اخرى، يا اما فما قضاة جديين وما يقاش حولوا اجهزه طبق تعليمات نتاعو. فما امنيين يقول لك الضبط العظيم ما تخدمش معايا، اسمح لي، فما قضاة يقول لك الامنيين يعني الضبط العظيم ما تخدمش معايا في بعض القضايا، فيها تعليمات قاضي يعطي تعليمات وما تطبقش. هذه راهي مشكله من مشاكل جديه قبل الثوره وبعد الثوره، وفي بعض البلايص زادت شويه بعد الثوره، خاطر ولات فما رغبه لدى قضاة الحقيقه باش يحلوا بعض الملفات، مش القضاة، جزء من القضاة او بعض القضاة ما يلقاش امن معاه. هذه من جمله الاشكاليات. نوري هذا علاش نجيب لك الموضوع باش نقول لك راهي المشكله مش في النصوص، نصوصنا بشكل عام ماهيش خايبه بشكل عام. اعطينا سلطه واراده سياسيه تتوفر بالحق باش تحل هالملفات بشكل جدي. كان نحكيوا على القضاء، القضاء اش حاجته؟ حاجته الامكانيات تاع الدوله في تحت يديه. في الحاله هذيك طبعا ما فما حتى حد، اذا تمنينا باش يكونوا في المرتبه الاولى نتمناو اللي يكونوا في ثانيه وفي ثالثه وفي رابعه ولا حتى اكثر شويه، لكن معهم نجم نعمل الاغلبيه هي الاحزاب المحترمه اللي تمويلها معروف اللي ملتزمه بالدستور اللي تحترم الدوله. هذا هو، مانيش في النجم نكونوا مع الاحزاب اللي موجوده اليوم في السلطه، الاحزاب موجوده اليوم في السلطه ولاد بلادنا وما عندناش حق كما يحبوا هما يقولوا. بعد سنوات تغير قياداتهم، تغير الوضع، تو يخرجوا من السلطه يكون لهم درس، تو يتحسن وضعهم يوليوا يصلحوا وضعهم داخليا، ووقت يحط اليد في اليد معاهم يحصلوا شرف في ذلك. تو الحقيقه مانيش شرف في شيء عنده علاقه باي معنى احساس بشرف في العلاقه معهم في حكم كي تطوروا مرحبا بهم. يعني هذه رساله مهمه باش ما يفهموش التوانسه رانا نحكيو على حقد ولا مساله ديالوج ما عندها حتى علاقه. كي نبداو في مرتبه ثانيه وثالثه اللي سميتهم الكل ما نجموش نحكموا معاهم، كي نقول لك ما نجموش نحكموا معاهم راهو ما نجموش نحكموا معاهم، هذا عندهم رئيس حكومه وهم يحددوا في السياسات. انا على الاقل عندي تجربه شخصيه في الموضوع هذا، نعرف اش معناها كتب عندك اغلبيه، ليش حطوك في جيرون؟ ليش يعطوك صلاحيات كبيره ياسر مصباح الليل وتتصح، لكن فما شيء ما تنجمش تقربها، لا ما نجموش نعاودوا نغلطوا الغلطه هذه، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. الحاجات اللي توتر شوية في العلاقة مع النهضة كانوا يجيو مثلا يسيبوا ولادهم يقولوا احصاء قصايين، تو نحن نجم نكونوا قصايين، شوية حشمة على الأقل حتى على قبل الثورة،
يعني لا طيار تبني على اساس الاقصى ولا انا كان المقصود انا معناها نجم يكون اقصى عيب تي مش عيب تي قله تحيه مش كون واضحين دونك نجم يقول لحد اخر ما مش النهار النهار ما عندهمش حق شي يسونا يكونوا اقصائيين مش اقصائيين اما لازم يبعدوا على السلطه ضروها البلاد بسلوكاتهم السياسيه بتوجهاتهم بمصالحهم بمالهم غير المعلومه المصدر المشبوه اخبار سيئه جدا عليهم في الجانب هذا باش هما برك هما النداء هما النداء بمشتقاته هما هو حزب سيوس في الشاهد هذا لازم يتقال اما مش مساله ايديولوجيه ايديولوجيه شو حكايه الريش راني انا مش مسؤول على الريش بتاع صحافي اختار عنوان معين انا ساده صحفيين عاونونا شويه قرب الانتخابات وراو عندنا توانسه ما يقراو كان عناوين مشيش قلت ريش النهضه قلت فما احزاب النهضه والنداء والشاهد على راسهم ريش كان جينا نهار في السلطه راو نحينا لهم الريش هذه العباره صحافي يحب يختار عنوان هو حر مش في العلم وخدمته اما هاك عملت علوان مثلا من قبيل نحي وريش النهضه ظهرت كيني متعبوزان مش تعبوزان.